السلام عليكم شباب بنات، شلونكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله بخير، يا رب تكونون بألف صحة وسلامة. يسعد مساءكم حبايب قلبي. اليوم جايب لكم شرح لطريقة الربح، ربح المال من اليوتيوب. طريقة جدا سهلة. اوكي شباب، طبعا الشرح حيكون شوية طويل، فأريدكم تتابعونه من بدايته لنهايته، لا تقدمون ولا تأخرون. تابعوا الشرح وان شاء الله راح تربحون المال، راح تفهمون الطريقة يعني شلون راح تقدرون تربحون المال، وكل شهر يعني راح يدزون فياهن. انا راح افهمكم طريقة الاستلام بالاموال. تابعوا يعني. اول شي حبايب قلب ننشئ قناة جديدة بهالشكل هذا. هسه انا نشأت قناة جديدة، تكتب الاسم اليوتيوب او اي اسم انت حاب، انا سميته اليوتيوب. بعد هذه الخطوة تضع صورة للقناة، يعني مو مهم، بس يعني احط لك صورة حتى تجلب لك المشاهدات والاشتراكات. بعد هي شباب تروحون على اعدادات القناة. بعد اعدادات القناة هنا اسويها شباب المملكة المتحدة، يعني امريكا، المملكة المتحدة. بعدها حبايب قلبه تروحون على الحالة والميزات. تابعوا يعني حبايب قلبه وانتبهوا على الخطوات اللي انا راح يعني اسويها. بعدين تسوون اثبات الملكية، تحددون هنا العراق عبر رسالة، الرقم ارسال، تكتبون رقمكم، خطأ ادخل رقم هاتف اخر. نعم هذا شباب دخلت يعني على رقم جوالي كثير من الحسابات فما راح يستقبله. فالمهم انت تضغط على اثبات ملكية وبعدها تضع الرقم، يرسل لك رمز، تكتب الرمز راح يقول لك تم اثبات الملكية قناتك. بعد شباب تروحون على تحقيق الدفع، وهي هاي اهم شيء، تحقيق الدفع. تعطي تمكين الحساب، راح تنتظر بهالشكل هذا. اذا ما ظهرت لك سوي اعادة تحميل، نرجع نضغط على تمكين. اوكي هي لازم تطلع لك هنا، عادي يعني انا هم قبل شوي واجهت مشكلة بخلي شوي لم يكمل هنا، نعطي تمكين. لاحظوا شباب لازم يكمل هنا يطلع لك هالشكل الصورة. بعدين تضغط علامة صح، علامة صح، على ثلاثة، اوافق على الشروط. اوكي بعد شباب تضغط افهم ذلك بهالشكل هذا. حوالي قلبي يقول لك لم يتم العثور على اي مقطع. تروحون على ترجعون على اليوتيوب، من بعدها على القناة. شباب يعني بهالشكل هذا انتو شلون راح تربحون المال؟ انا ما فهمتكم. راح تربحون المال عن طريق مشاهدات اليوتيوب، يعني تنشرون شروحات، او ما يحتاج تنشرون شروحات. راح اقول لكم اكو طريقة انا جربتها يعني وربحت منها الصراحة. ذاك الشهر الفات استلمت 700 دولار عن البنك الويستر يونيون بالعراق، يعني بالفرع. انت تكتب اذا تريد، يعني انا افهمكم ان شاء الله بالشرح. المهم شباب شلون تجلب انت يعني مشاهدات كثيرة لقناتك؟ تكتب مثلا فوتبول. اوكي بعدها تضغطون على الفلاتر اليوم. اوكي لاحظوا شباب هنا قبل 8 ساعات 172,000 نشوفنا يعني فيديو عليه مشاهدات كثيرة، يعني طبعا اكو مشاهدات باليوم مليون. اوكي شباب تروحون مثلا على هذا الفيديو، تضغطون عليه، تحملون الفيديو، بعدين ترجعون تنسخون هذا الكتاب الاسم. اوكي ترجعون على القناة، ترفعون الفيديو بنفس الاسم، وترجعون بعدين هم تاخذون فيديوهات، يعني مو الا فوتبول، مو الا يعني طوبة، مثلا تكتبون رولاندو بالانجليزي لان اكو متابعين الى هواي ومشاهدين الى هواي. عفو هسه شو نسوي شباب؟ بعد ما حملنا مقاطع الفيديو وهيك، بعدها شو نسوي؟ تروحون على القناة، من القناة على اعدادات القناة. بعدين شباب تربطون قناتكم في جوجل ادسنس حتى تربح من الاموال. راح ندخل على هذا الرابط مجلد.
الرابط هنا شباب. راح اضع لكم اياه انا اسفل الفيديو، رابط الاشتراك في جوجل ادسنس. اوكي نسخ هذا الرابط، بعدها نروح على الجوجل على ال نضغط لصق. انتبهوا يا شباب لان شوي راح يكون الفيديو طويل، اسف جدا، بس احب يعني اوضح لكم الطريقة، يعني طريقة انا استفادت منها طبعا، واريدكم انتم هم تستفادون منها، بس انتبهوا يا بالشرح. لاحظوا شباب راح اطلع لكم الواجهة بهالشكل هذا، يقول لك ادخل ال كلمة السر، فانت تدخل كلمة السر. اسف شباب طبعا هذه القناة يعني عندي من زمان، فاني رقمي مسوي عليه هواي حسابات، فلقيت هذه القناة من زمان يعني تاركها. هذه هم من استخدمتها لجلب مشاهدات، يعني ما شاء الله جتنا مشاهدات كثيرة شباب، يعني انشر فيديو خلال اسبوع يوصل 6000 مشاهدة، يعني تعرفون انتو الشباب بعد. المهم شباب راح اظهر لكم واجهة بالشكل هذي. يقول لك هنا ادخل اللغة العربية، الموقع شباب هنا يقول لك اذا عندك انت موقع دخله، واذا ما عندك يعني اكتب اي موقع، انا كتبت سلام، اضغط على متابعة. بعدها شباب هنا تملون الاسم، هنا البلد العراق، بغداد، الاسم المدفوع، تكتبون اسمكم الكامل بالانجليزي. اوكي اسمكم الكامل بالانجليزي صار على الترجمة، وتكتبون الاسم، ترجعون تنسخونه، تنطون لصق هنا. عنوان الشارع تكتبون عنوان الشارع، يعني مثلا انتم شنو عنوان شو اسم الشارع مالتكم، هنا همين الحي اللي انتم بيه، يعني هنا المدينة او البلد، مثلا محافظة بغداد الشعلة هيك، يعني المقاطعة تكتبون نفسها الشعلة، رمز البريدي، رمز البريدي تروح مثلا تكتب اذا انت بالعراق تكتب رمز البريد لمحافظة بغداد، او رمز البريد لمحافظة الحلة، اي محافظة. هنا رمز الهاتف رقمك، بعدين شباب تضغطون على هذه كيف هذا تركونها نفسها. اوكي بعدين تضغطون عادة الارسال، انا عندي عادة ارسال، انا مشترك بالحساب يعني جوجل ادسنس. بعد عادة الارسال يعني موافق قبول او متابعة العفو، راح يتم ارسال الطلب، بتنتظرون انا انتظر تقريبا 3 ايام وصل لي كان تم موافق على الطلب. بعد شو تسوون؟ راح تشتغلون بالقناة، راح يزيد عندكم هذه المشاهدات. بعد ما يزيد عندكم المشاهدات يا شباب شلون تعرفون يعني انتو ايش قد صارت عندكم ارباح، راح اقول لكم شلون. طبعا نروح هسه على حساب الثاني، هذه العفو 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 نعم شباب انتبهوا، واسف على التأخير يا شباب، بس ان شاء الله راح تحصلون على ارباح مغرية الصراحة، يعني ارباح ما توقعونها. انا يعني وصل لي 700 دولار، اشتريت البلاي ستيشن. المهم شباب هسه نروح على الحالة والميزات، تحقق الارباح، تحقق الدخل، اذا لم يتم تمكين حسابك يظهر لك الشكل هذا، معناه قبلوا الطلب جوجل ادسنس. بعدين استثمار مقاطع فيديو تركونها. اوكي هسه نجي ناخذ هذا الرابط، بعد لم ناخذ هذا الرابط لاحظوا شباب ايش راح يطلع لكم. اوكي يقول لك هنا اعدادات، هذه تتركونها هذه، يعني اخاف عندكم تبدون تغيرون الاسم يعني اسم الشخص اللي يستلم الفلوس المبلغ، لا تبدون تغيرونه عادي يعني. لا حول ولا قوة الا بالله، يلا يا عم ايش فيك، والله قمنا نحط باسبوردات قوية من ورا الهكرتشية يعني، ولو انا يعني مسوي له تأمين بس عادي.
لاحظوا شباب هسه هنا راح يظهر لكم بهالشكل هذا، يرجى التحميل. هذا لما تدخلون على الرابط ويتم التفعيل يظهر لكم يرجى التحميل. اليوم ماكو صفر، يعني ماكو مشاهدات قوية. الامس قبل 7 ايام، يعني طبعا شباب على كل 1000 ظهور، على كل 1000 ظهور يا شباب اوكي، فينطونك يعني فلوس يزيد. هنا عندي يعني اليوم يعني الشاهد والفيديوهات 64، فحصلت هالقد اوكي. هسه شباب شلون مثلا احنا نريد يعني طرق الدفع، يدفعون الاموال شلون؟ تروحون على هذه، بعدها على الدفعات اوكي، انتظرون شوية. لا شباب لين يتم الحصول على، يقول لك هنا لازم الحد الادنى للدفعات لازم يصير عندك يعني على الاقل 70 دولار، العفو 70 يورو. يلا تقدر تحدد طريقة الدفع، يلا تقدر تحددها. هسه انت ما عندك 70، يعني لازم تكون عندك 70 حتى تقدر تحدد طريقة الدفع. يعني هسه ما متاحة الى غير متاحة. يقول لك هنا بعدين طريقة الدفع تظهر لك هنا زر تضغط عليها، وبعدين تظهر انت يظهر لك الباي بال او يظهر لك الوستر يونيون. بس انصحك انه بالوستر يونيون حتى شنو، بعدين تدخل على الجوجل تكتب فروع شركة وستر يونيون في العراق، يعني يظهر لك المحافظات، بالمحافظة مالتك بيا فرع يعني قريب يكون عليك على البيت مالتك او بالسوق، تروح تستلمهن. يعني تنطيهم المعلومات نفس اللي بالموقع اللي مسجل بيه اوكي، تستلم المبلغ. وطريقة جدا سهلة وانا استلمتها، يعني والله مو كل الصعوبة اوكي. طبعا اللي هنا شباب يكون خلصنا الشرح، يعني اتمنى فهمتوني، تروحون تاخذون مقاطع فيديو يعني مغرية بالمشاهدات وتنشرون على قناتكم وتحصلون على مشاهدات طبعا، وهذا الشيء راح يفيدكم. وان شاء الله اتمنى استفادتوا من هذا الشرح. لا تنسون الاشتراك بالقناة زائد لايك، وانتظرون الشروحات القادمة حتكون اروع من هذا الشرح. احب اذكر يا شباب انه تنضمون باكبر كروب سلامات حقت. اتمنى تنضمون لاكبر كروب هكر عراقي سوبر ماركت الفيسبوك. يلا سلموا لي.